السلام عليكم سيدنا. أنا نذرت جمل، أذبح جمل إذا طاب زوجي من مرض معين، والحقيقة نصحوني يعني إنه الجمل ما محبب الذبحة ولحمة، فقسم نصحوني إنه أستبدل سعر الجمل بأشتري خرفان تكرمون وأذبحها. فشنو رأي سماحتكم، يصير استبدله او اقدر انطي المبلغ المريض مساعدة بعملية او شراء ادوية نفس المبلغ المخصص للجمل؟ بلي. نعم سمحت. كل هالفرضيات اللي انت ذكرتيها، اشتري جمل لو ابدله بخرفان، نعم، لو اعطي فلوس للمريض، هاي الفرضيات كلها تحددها منو؟ تحددها نذرك. إذا نذرك شرعي، إذا اسمعوا جيدا، إذا نذر شرعي يعني شنو شرعي سيدنا؟ يعني بصيغة شرعية. شنو صيغة شرعية؟ هل قلتي لله علي؟ هاي كلمة قلتيها؟ إذا ما قلتي لله علي نذرك باطل. فلا جمل ولا حمل ولا هم يحزنون، وكيفي فلوسك بجيبك إذا ما قلتي لله علي، يعني ندرك ما شرعي. اما تقول لا سيدنا انا منتظر، انا سامعه محاضراتك وانت قايل لله علي ان اذبح جمل اذا عاف الله زوجي، انا قلتها. اذا قلتيها ما تقدرين تبدليها بخرفان او شيء اخر. واضح؟ ليش؟ لان النذر على من عقد عليه. انت عقدتي على ذبح شنو؟ مو ذبح، نحر. نحر الجمل. نحر الجمل هو إذا كان نذرش صحيح طبعا. فما قلتيه لابد أن تأدي. واضح؟ أما تستبدلي لا.